ديرت توجع الهاجس وتسريب حليب نقاها على نار الغضب فواح للي يا سيد الشعر لا تنادي ولا تلوح الناس تسمع من النادر وتدري. إلى روح الغيم ولا الغيم ما روح في ديرة توجع الهاجس وتسريب حليب. ممتاز ممتاز. بس هذا القهوة الشمالية بس. يا سلام. الاسم الكريم طيسان غان مشمري. ايش معنى طيسان؟ مجوب الطعوس. بديت عمري 18. وش يعني هواية ولا وش؟ هواية. وبعدين الوالد الله يرحمه هو اللي علمنا القهوة وقال يوم انه سبر باسن قال ابد بالقهوة وصلح القهوة كذا وكذا علم العادة وبدينا بقى قاموا يجون ضيوف ويجون ورجال وجيران وكذا استمريت بقى شغل القهوة تعال وصارت عاد شيء عادي عندنا عاد وهذه طبيعة ان النظيف لا جانا لازم نبديله بالقهوة وبقى صارت شغلتنا عادي عاد هي اللي مشينا عليه منها صارت هوايتك تصحى وترقد على القهوة. صح هذه هي. والله العدد ما نعدهن ولكن نبدأ طول عمرك الصباح نبدابه والظهر نبدابه بعد والمغرب لا ما تأثر علينا ما تأثر علي يمني أبطيت عنا يمني ما ذقت خلاص أدمن ما والله نحبها هذه لأن هي تراثنا وهي لأن حين نجي أنا ضيف ما نباديها إلا بالقهوة. هذا استرعد ما أقدر أجاوبك عليه ولكن على ما قال هذا شيء هواية وصارت عادة هذه شغلتنا وهذه لا أنا ولا اللي عندي ألنا ربي معه أن هذه شغلتنا القهوة وهي الحمسة لها دور؟ له دور نفسها والبن له دور فيش بني تفضل على بن ثاني إحنا عندنا الهيل والمسمار ايه وزعفران ها واللي يحط زنجبيل لا هذا عاد الجهة الثانية ما هي لنا احنا يا على الشمال والله الراية شيء صار شيء طبيعي الحين ما وما اول ما هو عندنا بهارات ولا عندنا الاشياء هذه اللي احنا عاد خاصة حاتعين الشمال وما عاد غير الشمال ما ادري عاد شلون بوها يحطون زنجبيل واللي يحط قرفة واللي يحط قشر واللي يحط قشر واللي يحط تستطعمها انت ولا خلاص ربيت على اطعم لكن ما له هواية عندي لكن هوايتنا الشيء احنا ربينا عليه والشغلة التالية الحين اشتغلنا هذه وعاداتنا عندنا احنا يا الشمال هذه وما اقول ما بعد القهوة قهوة هذه لا راضي تعالي اني اشهرها بعد فلا والله رأيي من القهوة أنا عندي ما له هواية عندي لأن ما هي على طبيعتي ولا أنا على لا ما أرغب لأن كل ما عندي الحين آخر ما تحترق بتركيا وتحترق بها تمشي من الجنوب كل ما له تزود شوي كل ما له تزود شوي حنا الحين الجنوب تصير شوي ما ينقضونا بالحين
والله القصيد ما حافظ قصيد على القهوة. على القهوة ولا كل القصيد بالقهوة وكل الشعار بدوا بالقهوة.